سلام الله عليكم مشاهدينا ورحمته وبركاته، وأرحب بكم في هذه التغطية المتواصلة للثورة المصرية، حيث نحن معكم على مدار الساعة لمتابعة آخر التطورات في المجال المصري، حيث الحراك الدبلوماسي المحموم الذي تشهده القاهرة في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة التي تعيشها البلاد نتيجة الانقلاب العسكري الذي قام به الجنرال السيسي على الرئيس المنتخب محمد مرسي. الكثير من الجهود والوساطات، منها العربية ومنها الغربية ومنها الأفريقية أيضا، في محاولة لإيجاد مخرج، ولكن إلى الآن يبدو أن الطرق مسدودة، حيث أعلن العديد من المسؤولين في التحالف الوطني لدعم الشرعية عن رفضهم لأي حديث عن مفاوضات أو حوارات قبل عودة الرئيس محمد مرسي وعودة الشرعية، ومن ثم يمكن الحديث عن تشاور. بينما على مستوى الزوار للقاهرة، الدبلوماسيون العرب والغربيون يمددون في إقاماتهم في القاهرة على ما يبدو في محاولة لرأب الصدع وإيجاد مخرج للأزمة التي ربما يرى بعض المراقبين أنها ستؤدي، إذا ما أصر العسكر على تعنتهم، ستؤدي إلى حمام دم عندما يحاولون فض الاعتصامات بالقوة إذا تجرأوا على ذلك. مشاهدينا، يرافقني في هذه الساعة من هذه التغطية السيد محمد العربي زيتوت، عضو مؤسس في حركة رشاد ودبلوماسي جزائري سابق. مرحبا بك سيد محمد. بداية، يعني القاهرة تشهد كما قلت حراك دبلوماسي محموم في محاولة كما يقال لإيجاد مخرج، ولكن إلى الآن الأطراف كلها متمترسة خلف مطالبها. نعم. هل ترى بأن هذه الوفود أو هذه الوساطات أو هؤلاء الدبلوماسيين سيصلون إلى مخرج ما؟ تحياتي لك والمشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبيعي ما يحدث هناك، لو وضعنا الصورة من جديد بعد أكثر من 30 يوم، 35 يوم الآن تقريبا على ما يسمي بهبة الشعب، يوم 30 يونيو، ثم حوالي 32 أو 33 يوم على الانقلاب. بدا لي وأنا أراقب هذه الأحداث منذ اللحظات، بل حتى قبلها بأسابيع وأشهر، اقتناعا مني وقناعة مني ومن كثيرين، من أن ما يحدث في مصر خطير وخطير جدا، ليس فقط لمصر ولكن للمنطقة العربية، بل أكاد أجزم للمنطقة الإسلامية والعالم. ما يحدث في مصر والثورات العربية عموما وفي مصر خصوصا ستحدث على المدى المتوسط والبعيد تغيرات استراتيجية هائلة على المستوى العالمي. نحن لا نتحدث فقط على مستوى صغيرة ولا نتحدث على بلدان صغيرة، وإنما على بلدان مهمة بالموقع، بالتاريخ، بالجغرافيا، بالعدد، بكل شيء، وبأيضا المنطقة التي توجد فيها خاصة. إذن واضح قناعتي الراسخة، ومن أيضا ما استمعت إليه من مسؤولين غربيين كبار خاصة أمريكيين، ولكن أيضا صهاينة، أنه أعطيت 30 يوم لقادة الانقلاب لكي يقوموا بالانقلاب ويصفوا الأوضاع ويصفوا الثورة المصرية باسم الدفاع عن الثورة المصرية وبمشاركة بعض الثوار، ثوار 25 يناير، سواء شاركوا عن قناعة أو عن استغفال أو عن ارتزاق، لأننا لدينا ثلاث أصناف من الثوار. هناك من شارك أو عارض حكم مرسي واللي يسموه حكم الإخوان، لكن عن قناعة من أن هناك إدارة سيئة ومن أن هناك إقصاء ومن أن هناك، وهؤلاء صادقين في معارضتهم في الأصل ولكنهم عبث بهم. ولكن هناك خاصة من، وهناك الآن أدلة وأدلة تكثر، من دفعت له الأموال ومن اشتريت لهم ذمم، وهم الآن كثيرين، وأيضا الحمد لله أن اليوتيوب والأنترنت تكشف ذلك يوما بعد يوم، ويكفي هؤلاء مجموعة ما يسمى بتمرد، يعني الأطفال هذو بتاع تمرد. القضية إذن بعد 30 يوم اتضح للغرب، وهو
وللشرق أيضا بالمناسبة، لأن روسيا والصين وكلها متفقة على الانقلاب في مصر. من أيضاً. أغرب الأمور أيضا من أغرب الأمور أن كل القوى الكبرى زائد قوى إقليمية كلها مختلفة. في سوريا صراع شديد ما بين روسيا الصين إيران من جهة، وما بين أمريكا والغرب والسعودية والإمارات من جهة مثلا. في مصر تجد الإسرائيلي مع الإيراني مع السعودي مع الأمريكي مع الروسي مع الصيني كلهم متفقين. لماذا؟ لأن باختصار بسيط، وقد قاله السيسي لصحيفة الواشنطن بوست، قال نحن قمنا أو أزحنا مرسي لأنه كان يسعى لإقامة دولة إسلامية تمهد لقيام الإمبراطورية الإسلامية. هذه هي المركزية، وهذا هو الفهم الاستراتيجي للأحداث. بدون هذا الفهم لن نفهم كل التفاصيل الأخرى على أهميتها وعلى أساسيتها. الغرب والشرق، الروس والغربيين والإسرائيليين والسعوديين والإماراتيين، طبعا السعوديين والإماراتيين يخافون على مناصب غير مشروعة، وهم يعلمون أنهم أسر جاءت بهم بريطانيا وترعاهم أمريكا، وهم هناك للحفاظ على الكنز البترولي ليس أكثر. كيف غير مشروعة؟ لماذا هي أسر غير مشروعة؟ سأعود لك في هذه فقط لأكمل قضية الصراع الدولي في هذا الموضوع. إذن هذه القوى الكبرى والقوى الصغرى، القوى الصغرى حفاظا على مصالح غير مشروعة، ولكن القوى الكبرى من أجل صراع استراتيجي. يتذكرون أن المسلمون كانوا لمدة 1000 عام إما السادة بلا منافس، وإما سادة مع آخرين في هذا العالم لمدة أكثر من 1000 عام. على رغم أن كانت هناك انتكاسات من حين لآخر، مثل ما المغول أو مثل غزو هذا أو ذاك أو الغزو الصليبي، لكن بشكل عام ظل المسلمون سادة هذا العالم تقريبا من القرن 7 إلى القرن 18، على كما قلت على بعض الفترات التي انتكسوا فيها، ثم عادوا بسرعة ليقودوا أو ليشاركوا في حضارة العالم وقيادة العالم. الدول الكبرى الصين تخشى مما لديها من مسلمين، هناك مسلمين تحت ضغط صيني، تحت استعمار صيني. روسيا الآن ثلث الذين يسكنون الروس هم مسلمون، وثلاث أربع الذين يحيطون بالروس الجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة هم مسلمون. أمريكا وصراحة واعتقادها بأن الصدام مع المسلمين قادم، خاصة بوجود إسرائيل وبوجود الكنز البترولي، لأن لو كانت هناك حكومة شرعية لما نهب بترولنا وغازنا بهذه الطريقة التي يتم بها، ولما انتهكت أراضينا وأجواءنا من طنجة إلى, 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 إلى دبي. إذن الكل يتفق، وكل هذه القوى حتى إيران كما قلت لك، وهو قد يبدو الإنسان غريب، لكن تجد أن إيران، وانظر فقط إلى قناة ماذا تسمى الميادين، قناة الميادين وموقفها وكيف حرضت على الانقلاب في مصر، وهي الممولة إيرانيا أو على الأقل من القريبين من إيران. انظر إلى العربية وهي التي تمثل الإمارات والسعودية، وانظر كيف تعاملت. عندما تنظر لهذه القنوات تفهم بطبيعة الحال مواقف دولها، وإن كان أمراء السعودية وأمراء الخليج لم يتوقفوا فقط عن الدعم الإعلامي أو الدعم المادي، بل شاركوا ويكادون يعلنون ذلك علنا في الانقلاب وفي التحضير له. الغرب وأمريكا عموما هي التي تقود. بعد 30 يوم اتضحت لها الصورة، والصورة أن الانقلاب آئل إلى الفشل وكيكاد يسقط أو هو في طريق إلى التساقط. الانقلابات التي لا تنجح بعد 2 أو 3 أسابيع ولا تفرض واقع جديد ولا لا تستطيع. لماذا؟ الحقيقة لقوة مركزية هائلة منذ البداية تحدث عنها كثيرين، ولكن والحمد لله مارسها الشعب المصري، وخاصة الذين قادوا أو الذين يريدون اعتصامات واحتجاجات، وهي الاعتصامات السلمية. اعتصامات سلمية، احتجاجات سلمية، مظاهرات سلمية، أخذت في التصاعد، أخذت في التعاظم، أخذت في التزايد والتحدي، كلما قتل منهم شهداء كلما كانت هناك مجازر، بل كلما زاد التهديد والوعيد. وشفنا أنه بعد التهديدات الداخلية قبل 5 أيام و6 أيام خرج الناس بشكل أكبر وزاد الأعداد، وربما كانت أعداد الأمس ليلة الدعاء على الظالمين أو جمعة الدعاء على الظالمين ربما كانت واحدة من أكبر مسيرات البشر في العصر الحديث في اعتقادي، وقد يكتب التاريخ عن ذلك. هذا الذي حدث. إذن الأمريكيين اقتنعوا وأن الانقلاب آئل إلى الفشل، وبالتالي يبعثون الأمريكيين. طبعا كما تعلم ليسوا جمعية خيرية، بل هم إمبراطورية عالمية تدير هذا العالم وتريد إخضاعه لمصالحها ولمصالح حلفائها.
وهم من أجل ذلك يتجسسون حتى على حلفائهم، ولعل فضيحة الجوسسة على الدول الأوروبية شاهد أكبر شاهد على ذلك. طيب يعني أثرت العديد من النقاط حقيقة في حديثك. بداية أشرت إلى أن الوضع في مصر يختلف عن سوريا، الكثير من المحللين والمراقبين ربما يختلفون معك، يرون بأن هناك أيضا إجماع دولي على التآمر على سوريا وعلى ثورة الشعب السوري، ولكن هي عبارة عن مسرحية ربما، روسيا والصين مع الولايات المتحدة، الجميع متفق على أن الشعب السوري والشعوب العربية بشكل عام يجب أن لا تأخذ حريتها، لذلك يلعبون هذه اللعبة مثل الكرة، كل يضرب الكرة إلى ملعب الآخر. أنا لا أختلف مع هذا التحليل. في الحقيقة أنا ماذا قلت؟ قلت أنهم متصادمين داخل سوريا. نعم. ويحطمون في سوريا، يعني صدامهم داخل سوريا هو هناك. هل هناك خلاف بين إيران والسعودية؟ نعم بكل تأكيد. هل هناك خلاف بين روسيا والإمارات أو الولايات المتحدة داخل سوريا؟ نعم بكل تأكيد. بمعنى أن الهدف تحطيم سوريا هذا متفقين عليه. أنا لا أشكك في ذلك، لا بالعكس، بل سوريا أثبتت ذلك. لكن داخل سوريا فيه صدام وصدام قوي، كل يتحرك بالطريقة. مثلا عندما تسمع السعودية أو الإمارات أو بعض الدول يقول لك دعم الجيش الحر، كلام فارغ، يدعمون في مجموعات مرتبطة بهم وفي الغالب تخدم مصالحهم ليس أكثر، وأحيانا تثير مشاكل أكبر داخل الثورة السورية من أي شيء آخر. بينما الثوار الحقيقيين والذين يقاتلون بحق لا يجدون الدعم إلا من طرف الشعب السوري ولا من السوريين الأحرار ومن الشعوب العربية والمسلمة الحرة، وليس من أي دولة أخرى. لكن يبدو في الصورة على الأقل هم متصادمين حول مصالح داخل سوريا. في مصر يتفقون على أن المصلحة واحدة، نعم هناك مصلحة تحطيم سوريا هذه واحدة متفقين عليه، لكن هم من ينهب أكثر داخل سوريا. في مصر لا، متفقين على الأقل في الوقت الراهن على أن تحطيم الثورة المصرية باسم القول أننا حكم الإخوان وحكم مرسي، لا، الإخوان ومرسي ما هو إلا ممثل للثورة المصرية وللشعوب التي تريد الحرية. إذن هي المؤامرة شاملة على الربيع العربي بكل تأكيد. لا يختلف ما يجري في أبدا، ما وإنما تختلف مظاهره، تختلف مظاهره، تختلف أشكاله، تختلف أحيانا بعض المخرجات أو بعض لكن هناك مؤامرة على الثورة السورية ويجتمع عليها الناس وإن تصادموا داخل سوريا، ولكن في مصر لا يختلفون حتى ولا يتصادمون، وإنما قالوا ذلك صراحة ومباشرة. طيب. ذكرت الأسر المالكة في الإمارات والسعودية تحديدا، وقلت بأنها غير مشروعة. لماذا هي أسر غير مشروعة؟ إذا كان يعني ما الذي يضيرك أنت إذا كانت هذه الأسر مقبولة من قبل الشعب الإماراتي والشعب السعودي وهم راضون عنها ويتعايشون بسلام، وربما حتى يقول بعض بأنها أسر محبوبة من قبل شعوبها، فلماذا هي غير مشروعة إذن؟ حتى العبيد في الحقيقة وفي نهاية المطاف حتى عندما يستعبدون فإنهم لا يمكنهم أن يقبلوا بالظلم، لا بالعكس. أنا أعرف كثيرين من الخليجيين الشرفاء والأحرار، وأعرف أن هناك نقمة كبيرة داخل البلدان الخليجية على هذه الأسر. لماذا هي غير مشروعة؟ ببساطة، من اختار هذه الأسر؟ هل تجري انتخابات لاختيار حكام هذه الأسر؟ الأنظمة الملكية، أي نظام ملكي عندما يكون أنظمة مطلقة ليست أنظمة دستورية هو نظام عنصري بالطبيعة. ولماذا هو نظام عنصري؟ لأنه باختصار بسيط أسرة معينة تأتي إلى الحكم بطريقة أو بآخر، وفي الغالب بطريق العنف أو بطريق الدعم الخارجي والفرض الخارجي، ثم تقول مني الحكام، دمي هو الدم المفضل، هو الدم المقدس، أنا أحكمكم بماذا؟ بأي شرعية؟ بشرعية الدم، حتى لا نقول بشرعية الماء المهين. هكذا يحكمون الأسر. إذن الحكومات، ولذلك ثارت شعوب أوروبا وكانت الثورات على الحكومات المطلقة، كانت كلها أوروبا كانت كلها ملكيات قبل قرنين أو ثلاث كما تعلم. لماذا ثارت هذه الشعوب؟ ثارت لأنها ترفض أن تحكم بالدم المقدس أو بالسلالة والوراثة، وفي في أفضل الحالات تركوا ملكيات ليست دستورية، بروتوكولية. يعني ماذا تقوم ببريطانيا؟ ملكة بريطانيا لا تحكم في شيء، بل أصبحت تدفع الضرائب الآن. ملكة بريطانيا تدفع سنويا ضرائب على ما تملك، أو ملك هولندا أو ملك بلجيكا، كثيرين لا يعرفون أن بلجيكا شرفي. مملكة نعم مناصب شرفية بروتوكولية سياحية كما هو الحال في بريطانيا، يجلبون به السياح. بينما نحن
لدينا حكومات ملكية ليست فقط تملك وليست فقط تحكم، بل تحكم بالاستبداد، بالقهر، بالتدمير، بالعمالة، بالخيانة. يعني الأموال التي جاء بها البترول، وهي دعوة سيدنا إبراهيم في نهاية المطاف في المنطقة الخليجية بشكل أساسي، هذه للأمة، هذه ليست لأسرة. الشعوب الخليجية لا تستفيد منها إلا استثناء، إلا الأطراف والأسر أخرى. يعني أسرة فرضها الاستعمار البريطاني لما حكم مناطقنا في تلك الفترة، خاصة الاستعمار البريطاني، طبعا الاستعمار الفرنسي أيضا، ولكن الاستعمار البريطاني هو الذي خاض تلك المرحلة الفترة أساسا وفي تلك المنطقة، فرضها علينا من أجل فيه مذكرات معروفة. المؤسس الدولة السعودية هذا ابن إيش اسمه عبد العزيز بيأخذ إيجار شهري أو سنوي من الحكومة البريطانية، يعني كان عامل لدى الحكومة البريطانية، وهو الذي ثار على الدولة التركية، بغض النظر على موقفنا من الدولة التركية خاصة في المرحلة الأخيرة التي تميزت بكثير من الفساد وربما الاستبداد. لكن هذه الأسر في واقع الأمر هي مفروضة خارجيا، مفروضة استعماريا، ثم منذ الحرب العالمية الثانية ترعاها الولايات المتحدة رعاية كاملة مع دعم فرنسي بريطاني إلى آخره. وهؤلاء الآن أصبحوا في نهاية المطاف. الآن ما ظهر في هذا الانقلاب، ومن أنا كتبت على موضوع سميته مزايا الانقلاب وذكرت كيف أن في الحقيقة أن هذا الانقلاب كان رحمة من عند الله لهذه الشعوب، لكي تفهم الحقيقة، لأن كثير من هذه الشعوب كان يعتقد أن الغرب مع الثورات. نعم. استمعت أمس لرئيس البرلمان الأوروبي في حوار، قال، يسأله الصحفي، قال ماذا فعلنا لهذه الثورات؟ قالوا عندما قامت هذه الثورات عدنا قليلا ثم بعثنا بوزراء خارجيتنا لنهنئ الشعوب وحكوماتها الجديدة، ولكن عندما عاد وزراء الخارجية قطعنا المساعدات. بمعنى أنهم تبنوا خطاب يساند الثورات، خطاب يوالي الثورات من أجل الاحتواء ومن أجل لا يبانوا، لأنهم ظلوا يدعمون الاستبداد لعشرات السنين، وقبل ذلك كانوا يستعمرون مباشرة، ولكنهم في الواقع قالوا قطعنا المساعدات. هذا مسؤول أوروبي كبير جدا، وقال ما حدث في مصر هو انقلاب، ولكن نحن حدث لأن هناك أعداد ولأنهم يريدون قيام دولة إسلامية. مرة أخرى نعود لمشكلتهم الرئيسية، قيام دولة إسلامية. يا أخي هذه شعوب مسلمة، وإذا قامت دولة إسلامية بناء على إرادة شعوبها، أين المشكل في ذلك؟ نعم، يعني هو البعض يتحدث عن أن مظاهر مهاجمة المساجد في مصر يعني ومهاجمة حتى الإخوان بهذه الطريقة، وبعض المشايخ ومنها اعتقال أو الاعتداء على أحد المشايخ في ميدان التحرير يوم أمس، كل هذا هو ليس حربا على الرئيس مرسي، وإنما هو حرب على الإسلام، أليس كذلك؟ في الحقيقة الآن هناك من الشواهد ومن الدلائل ومن المؤشرات ومن التصريحات بلا حدود. صراحة والله ما كفاني الحال أن أستمع للجميع. أنا في الغالب أستمع لكبار الصهاينة، لأني أعرف أن كبار الصهاينة عندما يصرحون وعندما يخاطبون صهاينة آخرين أو يهود أو غربيين أو يقولون الحقيقة، أو على الأقل يقربون الصورة إلى. أنا استمعت لمسؤولين صهاينة إسرائيليين وغير إسرائيليين، وكلهم أكدوا على نقطة مركزية، وهو أن الثورات ستأتي بالعدو المطلق والأكبر لإسرائيل وللغرب، ومع الأقل يحبوا يخوفوا الغرب. بالمناسبة الغرب ليس واحد، نحن لدينا حكم رباني منذ 14 قرن قال لنا، وحتى اليهود بالمناسبة، يعني أهل الكتاب ليسوا سواء. وأنا عندما أتكلم لا أتكلم عن اليهود، هناك كثير من اليهود، وقد يستغرب الناس بعض الناس ربما ذلك، لكن هناك كثير من اليهود الأحرار الشرفاء وأسماءهم معروفة، يعني ومؤيدون حتى ومؤيدون ومن يناصرون قضايا الشعوب وقضايا المستضعفين. لا يناصر المسلمون لأنهم مسلمون، يناصرونهم لأنهم مستضعفين وأنهم كذا وأنهم أصحاب حق. والأسماء معروفة، ربما بعض الشباب الصغير قد يستغرب ذلك، لكن القضية هي تتعلق بالصهاينة بطبيعة الحال. الغرب وهؤلاء ليسوا سواء، منهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. هذا الحكم
منذ 14 قرن لا زال سائدا ويسود داخل المجتمعات، داخل المجتمعات الغربية هناك كثيرين ممن يتعاطفون مع الثورات، يتعاطفون مع الشعوب، يتعاطفون مع المظلوم، يتعاطفون مع الحيوانات. نعم. ويقدمون أشياء رائعة. أنا لقيت كثير من هؤلاء ونعرف كثير منهم وحضرت معهم في ملتقيات وفي يعني لا تقدر تتصور قدر العاطفة الإنسانية التي يحملونها للشعوب وللبشر. في نفس الوقت هناك جزء من الإستابليشمنت أو جزء من الحكام، ومرة أخرى ليس كل الحكام أو كل السياسيين، ينظرون إلى العالم بنظرة استعلائية استعدائية إقصائية، يريدون أن يسيطروا على هذا العالم، يسيطرون على المادة ويسيطرون أيضا على الأفكار وعلى الثقافة وعلى الهوية، ويريدون أن يغيروا الهوية. الآن اليوم هي جزء من الحرب، هو حرب ليس فقط على الإسلام كإسلام مشروع حضاري كمشروع دولة كمشروع، لا، على العقيدة على الهوية. عندما يجتمع 200 شخص وبدعم من جهات معينة في مدينة تيزي وزو، مدينة الأحرار والشرفاء، مدينة الأمازيغ التي قاومت الاستعمار على مدى التاريخ وخاصة الاستعمار الفرنسي، عندما يجتمعون هناك ويفطرون في يوم رمضان وعلنا قبل يومين، هذا وكأنه معركة أخرى على الإسلام في أرض الأحرار. يعني تيزي وزو هذه الناس لا تفهموا، منطقة القبائل الناس لا يفهموا، هؤلاء هم الذين حملوا الإسلام بقوة قاطعة النظير، هؤلاء هم اللي فتحوا الأندلس. نعم. وكأنه تحدي للإسلام. وكأنه تحدي لكن لضرب، يأتون حتى يضربون الأخوة الأمازيغية العربية في الجزائر، من أن شوفوا القبائل، شوفوا هذا المنطق في تونس، عندما يفطر بعض الناس، عندما تكون هناك ثورة حرة حرة والإسلام على برا، هذا الشعار رفع قبل أيام، رفعته مجموعة قليلة جدا. هذا تحدي ليس للإسلام أو للحاكمين باسمه أو بغير اسمه، بعنا في تونس لا يحكمون باسم الإسلام، وإنما ضرب للعقيدة، ضرب للهوية، لما لم يستطع الاستعمار أن يفعله لمدة 150 سنة 200 سنة في مناطقنا، الآن يتحركون بقوة. طبعا المحرك ليس حتما جهات رسمية غربية، ولكنها جهات تريد قهر هذه الشعوب، ضرب هذه الشعوب، استعباد هذه الشعوب وتركها تحت الحذاء. الآن لم يعد الاستعمار مباشر، وخاصة أنه جربوه أخيرا في أفغانستان وفي العراق وإذا به فشل ذريع، وانظر ما يحدث هناك، والآن أفضل الجيوش التي تهرب من أفغانستان. إذن يريدون استعمار غير مباشر لا يكلفهم شيء. الجماعة الحاكمة في الجزائر ليس فقط تضع الشعب الجزائري تحت حكم قهري قصري وتفقره وتنهب أمواله، ولكن تشتري بأمواله أسلحة خردة يذبح بها. نعم. إذن أنت عندما تجد مجموعة، وكذلك يريدون لمصر عندما أراد تحرر كان مبارك كذلك، وكذلك يريدون لسوريا، وهكذا مجموعات منا تحمل وجوهنا وأسماءنا تذبحنا وتحكمنا باسم مكافحة الإرهاب. نعم. وأصبحت إذا أردت أن تذبح شعب فأعلن الحرب على الإرهاب. نعم. سيد محمد العربي، دعنا نشرك معنا من الجزائر السيدة منار منصري الإعلامية والناشطة السياسية الجزائرية. مرحبا بك سيدة منار. مرحبا بكم على الحوار. حياك الله سيدة منار. بداية يعني حسب المعلومات المتواردة أنك حاولت الذهاب إلى القاهرة إلى مصر ومنعت من الذهاب إلى هناك، ما الذي جرى معك بالضبط؟ لا في الحقيقة أنا كنت مقيمة في مصر، أنا كنت مقيمة في مصر وكنت تقدمت بطلب اللجوء في عهد الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي، وكنت في انتظار يعني إتمام الإجراءات بعد الانقلاب على الشرعية في مصر. السلطات المصرية لاحظت أني أنقل الحدث بصفاتي المدونة وإعلامية ما يجري في رابعة بمنتهى الأمانة، فهذا يبدو أن ذلك أزعجها فقاموا بترحيلي، أولا باعتقالي ثم بعد ذلك ترحيلي وتسليمي للجزائر. اعتقلوك، كيف كانت طريقة الاعتقال ومن أين اعتقلوك وكم استمرت مدة الاعتقال؟ هو في الحقيقة قبل الاعتقال تلقيت يعني تهديدات، يعني إذا أردت الإقامة في مصر واللجوء إلى مصر فاهتمي بقضيتك ولا تتدخلي في الشؤون المصرية. تلقيت عدة تهديدات بترفيق تهم، وفي يوم يعني الاعتقال كنت في رابعة، كان يوم المجزرة
مجزرة في منصة، كنت في رابعة وتوجهت إلى مكان قريب لأبعث فيديوهات، ثم لم أستطع العودة لأن الطريق أغلق، فالإخوة نصحونا بالعودة إلى البيوت لأنه لا يمكن الوصول إلى رابعة بسبب يعني كثافة الرصاص. فعدت إلى البيت وتم اعتقالي من بيتي، واستمر الاعتقال لمدة أظن خمسة أيام. نعم. طيب كيف كانت معاملة الأمن لك في المعتقل سواء عند الاعتقال أو خلال الاعتقال؟ بأمانة لا، تم المعاملة كانت طيبة صراحة، يعني لم تكن فضة، تم يعني تم طرح أسئلة علي وتسألت يعني على هذا الإجراء، لكن كان هناك معتقلين معي من سوريا من فلسطين، تم التعامل معهم بطرق يعني كانت سيئة جدا. لا أدري هل التعامل معي بتلك الطريقة لأن قضيتي عرفت إعلاميا أو لأني امرأة لا أدري، ولكن التعامل مع بقية الإخوة كان يعني حقيقة يحزن القلب، لأني رأيت الإخوة السوريين يعتقلون بطريقة مشينة ويعني ويشتمون ويهانون، وهم قد لجأوا إلى أرض الكنانة. يعني ما هكذا عرفنا الشعب المصري، ما هكذا عرفنا أخلاقه، وما هكذا عمل السوريون في ظل حكم الرئيس المنتخب محمد مرسي. حقيقة لما كنا في المعتقل، أحد الإخوة قبل نقلنا إلى الزنزانات قال لي المجموعة التي نقلت قبلي كلهم أعدموا، سلموا إلى بشار وأعدموا. سلمتهم السلطات المصرية إلى بشار الأسد وأعدموا هناك. نعم، حسب الإخوة. كذلك في الزنزانة لقيت وجدت كتابات لإخوة من سوريا من على الجدران، يعني كانوا يعبرون عن امتعاضهم وكانوا يقولون حسبنا الله ونعم الوكيل في النظام الانقلابي في السيسي الذي نعم. سلمنا للبشار. طيب ما هي التهم حسب معلوماتك سيدة منار، ما هي التهم التي كانت توجه لهؤلاء سواء السوريين أو الفلسطينيين أو الجنسيات العربية بشكل عام الذين يعتقلهم الأمن المصري؟ عامة بالنسبة لي مثلا وجهت إلي تهمة تهديد الأمن القومي المصري، وهي تهمة غريبة، يعني كيف لأي كان أن يهدد الأمن القومي لبلد ضخم كمصر؟ لو كان هذا الأمن القومي مبني على خلفية شعبية على نظام ديمقراطي صحيح لما أزعجه أن ننقل الأحداث. بالنسبة لبقية الإخوة التهم يعني تختلف، هناك من وجهت له التهم يعني كذلك زعزعت الأمن المصري، التآمر ضد مصر، الإقامة غير الشرعية، الإرهاب، تهم مختلفة. نعم. طيب يعني هي تهم وهي فقط لترحيل الإخوة، وهذا شيء غريب، لا أفهم سبب هذا الحقد على بقية الجنسيات الشقيقة من طرف الإنقلابيين. يعني ماذا يريدون لمصر؟ علمنتها وفصلها عن محيطها العربي الإسلامي، هذا ما يريدونه لمصر؟ نعم. شيء يعني شيء فعلا فعلا، إذا كان الإنقلابيون لقد أحسنوا تقديم أنفسهم، يعني هم فضحوا أنفسهم بأنفسهم، يعني ما هكذا عهدنا مصر ولا أي بلد إسلامي عربي. نعم. طيب السيدة منار، عند عودتك إلى الجزائر كيف كان الاستقبال؟ هل واجهت أي مشاكل في الجزائر؟ سيدي قبل أن أجيبك عن استقبالي في الجزائر أريد أن أتحدث عن ما شاهدته في مصر، لأنها من باب الأمانة، ما شاهدته في مصر في عهد مرسي وما شاهدته في رابعة وما شاهدته من الإنقلابيين. رابعة حقيقة وبدون يعني بدون مبالغة، من أراد أن ينقل صورة عن دولة إسلامية صغيرة أخلاق الإسلام كاملة فليزر رابعة. عالم روحاني رأيت في رابعة الساجدين العابدين المعتكفين، شعب واعي، هو ذاك شعب مصر، شعب واعي مسلم، شعب يحب كل عربي مسلم، شعب محب لقيمه ومبادئه، شعب يستقبل من يخالفه في الرأي، يعني هناك المتحجبة والمنقبة والمتبرجة، هناك الملتزم والغير ملتزم، في رابعة كل الناس سواسية يتقاسمون يعني لقمة زهيدة، يتقاسمون الخيام، يعني الناس يؤثرون على أنفسهم بشكل حقيقة أخلاق لا يمكن تعجز كلماتي عن وصف ما يحدث في رابعة. أنصح المصريين الذين ضللهم الإعلام المصري أن يقوموا بزيارة لرابعة، حتى رجال الأمن المصري الذين يتلقون المعلومات من قياداتهم زوروا رابعة،
انظروا من هناك، قابلوا الناس هناك، هؤلاء هم المصريون، هؤلاء من شرفكم أمام التاريخ، أمام التاريخ وأمام الله سبحانه وتعالى. لولا وجود هؤلاء الذين في ربع لا يعني دخلت مصر من باب آخر إلى التاريخ، لوجهوها إلى باب آخر. يعني على المصريين أن يفخروا ويفتخروا بالموجودين في ربع. من الناحية الثانية نجد ناسا يدعون إلى علمنة مصر، إلى تجريدها من بعدها الإسلامي، من بعدها العربي. يقولون لماذا تهتمون بالشأن المصري أنتم العرب؟ إنه شأننا. ضرب الربيع العربي في مصر هو ضرب للحرية في كل المنطقة وتأخيرها، هو ضرب للإسلام كذلك. القنوات التي أغلقت، القنوات الإسلامية، ليست للمصريين فقط، هي قنوات يشاهدها ملايين المسلمين عبر العالم. فضرب مصر هو ضربنا جميعا، ضرب مصر ليس ضرب يعني الشعب لا. المصري فقط، وإنما ضرب الأمة في عقر دارها. نعود إلى استقبالي في الجزائر. تم يعني التحقيق معي بصفتي ناشطة. السلطات الجزائرية حاولت أن يعني تبدي حسن نية، ولكن هذا لا يعني أن يعني نضالي أو قضيتي مع الجزائر تنتهي. إن شاء الله نحن نواصل النضال. ما حدث في المطار يعني قد يكون بسبب الضجة الإعلامية التي حدثت، يعني جزاهم الله خيرا إخواني في الجزائر وفي مصر وفي بقية البلدان الذين دافعوا عني وأوصلوا قضيتي إلى محافل دولية. بسبب ذلك يعني السلطة الجزائرية تعاملت بحذر شديد جدا 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 معي، ولكن هذا لا يعني أن يعني حسن المعاملة من طرف إخواننا الذين تمنوا أن يكونوا إخواننا إن شاء الله لما تقوم ثورة الجزائر في الأمن، لا يعني أن ذلك سيثنينا عن النزاع المواصلة في الطريق. طيب سيدة منار، يعني سؤال أخير ربما. يعني ضيفي هنا في الاستوديو السيد محمد العربي زيتوت، وهو دبلوماسي سابق جزائري، يقول بأن كما تفضلتي أنت أيضا بأن هي معركة أو حرب على الإسلام وليست على الرئيس مرسي، وعندما تكون المعركة والمؤامرة على الربيع العربي سواء في مصر أو في سوريا أو في غيرها هي مؤامرة على الإسلام، لأن الربيع العربي هم يعلمون أن الربيع العربي سيجلب الإسلام بالتالي. لديكم في الجزائر منذ يومين أو ثلاثة بعض الشباب في تيزي أوزو خرجوا علنا جهارا نهارا ليأكلوا ويشربوا في تحد كما قال سيد محمد العربي زيتوت للإسلام. هل تعتبرون أو هل تعتبرين هذا الموقف هو من ضمن هذه المؤامرة لتحدي الإسلام، لمهاجمة الإسلام، لتشويه الإسلام؟ ما هو الموضوع برأيك؟ منطقة تيزي أوزو نعود إليها خلال التسعينات أيام الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ووضح أن الشعب الجزائري اختار الجبهة الإسلامية للإنقاذ بصفتها ممثلا للإسلام، يعني ليس بصفتها الحزبية ولا كان يعلم برنامجها، ولكن يعني تعطش الشعب الجزائري للإسلام. أقيمت مليونية في تيزي أوزو كانت ضخمة جدا، يعني مليونية كانت يشهد لها التاريخ، وهناك فيديوهات. تخيل لما تتحول مدينة كهاته من مليونية إسلامية إلى مدينة يخرج شبابها ليفطروا في النهار، إذن هناك مؤامرة سيدي، لابد أن هناك خلل ما. حين يكون شعب كالجزائر لم يستطع الاستعمار الفرنسي أن يدخل إلينا التنصر أو يخرجنا من هويتنا وقوميتنا الإسلامية والعربية، حين يفلح هذا النظام في فعل ذلك فهناك مؤامرة على الإسلام. ما يحدث سيدي الآن في الجزائر أو في مصر هي معركة بين الحق والباطل ومؤامرة ضد الإسلام. لنعود إلى الإعلام مثلا المصري أو الإعلام العربي الذي يدعم الإنقلابيين في مصر، من هم؟ لنتابع تصريحاتهم كلها هجوم للإسلام. هناك من قال، ما تحدث عن الفاشية الإسلامية، وصف الإسلام بالفاشية. هناك من تطاول على رموزنا التاريخية الإسلامية. هناك من تجرأ على خير البشرية. هل هؤلاء هم المثقفون العرب؟ لا، هناك من يدعم هؤلاء ليكونوا في الواجهة، بينما نجد شخص كالأخ العربي زيتوت ضيفك في البرنامج ينفى من بلده، يهمش، لا يسمح له بالكلام. الجزائر تحرم من رجال من أمثاله ويسمح لغيره، وزيرة ثقافة يعني تتجرأ على الإسلام وتعاليمه يسمح لهم باستلام المنابر واستلام المناصب، فماذا نسمي هذه؟ إنها مؤامرة حقيقية على الإسلام.
أشكرك جزيلا السيدة منار منصري الإعلامية والناشطة السياسية الجزائرية، كنت معي من الجزائر، شكرا جزيلا لك. أعود لضيفي في الاستوديو السيد محمد العربي زيتوت، عضو مؤسس في حركة رشاد ودبلوماسي جزائري سابق. سيد محمد، يعني ما يجري في مصر، وأنت قلت بأنها مؤامرة على الربيع العربي كله في بلادنا العربية كلها، نلاحظ أن السيناريو الذي جرى في مصر بوادره بدأت في تونس أيضا. هل يمكن أن ينتهي المطاف في تونس إلى ما انتهت إليه مصر ويضرب الربيع في تونس أيضا برأيك؟ تونس عندهم حسابات كبيرة معاه، هي مهد الثورة، هي مهد الثورة العربية يعني، ومهد الحريات والتحركات فيها كلام كثير. قبل أن نتحدث عن تونس أشير فقط بنقاط عاجلة وسريعة لبعض النقاط. وزير الثقافة في الجزائر، هذه تسمى وزير الثقافة، منذ 10 سنوات جاء بها بوتفليقة أو ما يزيد، تقول بصريح العبارة الصلاة إهانة للإنسان. وزميلها، وقد كانوا الاثنين كانوا في حزب يسمى الار سي دي استئصالي، وهو الذي ساند ودعم ونظر للانقلاب ولذبح الناس، يقول انتهى في الجزائر قول الله قال الله قال الرسول، انتهى في الجزائر قال الله قال الرسول. وقائد الانقلاب خالد نزار يقول في مذكراته: قلنا للاوروبيين نحن آخر من يحفظكم من خطر البرابرة الإسلاميين القادمين، إذا لم تساعدوننا في هذا الانقلاب أو كما يسميه هو تصحيح المسار، سيأتوكم هؤلاء وستقوم الإمبراطورية الإسلامية. هذا الكلام يعني السيسي ما قاله في الحقيقة هو يردد نفس الكلام الذي قاله السيسي بالضبط خالد نزار قبل 21 سنة. وبالمناسبة خالد نزار كتب قبل 3 أيام أو 4 أيام يدعم الانقلاب بشدة، ويقول أن هذا الذي يجب، وحتى يعطيهم بعض النصائح. في الحقيقة أنا دائما أقول لبعض إخواني من العلمانيين المتطرفين، لا أتحدث لهم مباشرة لكن عندما أتحدث بعض الأشياء، من شاء منكم فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا إكراه في الدين، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. هذا خطاب لسيد البشرية، لمن جاء بهذا الدين، وهو الذي كان يريد أن عمه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله قبل أن يموت، عمه من رعاه ووقف معه وكان من بين أحب الناس إليه، قال له إنك لست أنت من تدخل هذا للإيمان، إنما يهدي الله من يشاء في نهاية المطاف، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، قضيتين محسومتين. أنا كن شيوعي كن علماني كن مجرم كن كافر كن إسلامي كن يهودي كن ما تشاء، لكن كن عادل، لا تكذب، كن عادل مع الناس، كن عادل مع الآخرين، لا تكن عنصري، لا تكن إقصائي، لا تكن تدميري، واترك الشعوب تختار. أليست هذه هي قلب الديمقراطية، عمق الديمقراطية، الخيارات الشعبية، انتخابات، اتركوا الشعوب تختار، من اختاره الشعب فهو ذلك. ثم الجبهة الإسلامية ليست هي الإسلام، ومرسي ليس هو الإسلام، والإخوان ليس هم الإسلام، هؤلاء ذرات في محيط الإسلام. وبالتالي لا يجرمنكم أنكم تكرهون الجبهة أو تكرهون الإخوان أن تعادوا الإسلام. أنا أتحدث هنا عن المسلمين، لا أتحدث عن الذين يقودون مؤامرة وبتمدداتها الصهيونية وتمدداتها الغربية والروسية والصينية لضرب الإسلام، لأنهم يعتقدون أن حرية هذه الشعوب هو عودة المسلمين، لا يريدون لنا دولة حرة. هم السعودية تعلن أنها دولة إسلامية وتقوم على الإسلام، لكن ما دام إسلام الكذب والتجيل، ما دام الإسلام هم الرئيسي اللحية، مع أن أمرائها وملوكها لا 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 يضعون ريحة، ونصف الساق، ما دام إسلامها هو منع امرأة من أن تسوق أو لا تسوق وتصبح هذه القضية الكبرى، فادعمهم في لكن عندما يصبح الإسلام بمفاهيمه الحقيقية التحررية الحضارية الأبعاد التي بني عليها، وهي ما تستعبدتم الناس
وقد ولدتهم أمهاتنا أحرار، هذه المقولة الشهيرة لأحد عظماء الإسلام. عندما يكون هذا الإسلام فهذا تشن حرب عنيفة ومن أطراف متعددة ضده، بما فيهم بعض الذين ينسبون وكأنهم أبناء، سواء كانوا في الحكم أو كانوا في أحزاب أو كانوا في نقابات أو في غير ذلك. يعني ربما هذا ما دعا هذه الوفود جميعا إلى التوجه إلى مصر، يعني بعد أن شعروا بأن المؤامرة لم تنجح بالشكل المطلوب فتوجهوا لمحاولة إيجاد مخرج. الآن كما قلنا في البداية سيد محمد، يعني الجميع يتمترس خلف مواقفه ولا يريد أن يتزحزح، حتى أن السيسي هاجم واشنطن لأنه شعر بأنها تراجعت عن دعمه بعدما شعرت واشنطن أنه لم يؤدي المهمة بما يجب. كما هو معلوم أي حل أي خلافات لابد من المفاوضات، لابد من الحوار حولها لتصل إلى حلول مشتركة. ربما طالما أن الأطراف كلها متمترسة خلف مواقفها، ما المتوقع في المستقبل؟ سأجيبك على السؤال، ولكن دعني حتى لا ننسى موضوع تونس أقول كلمة فقط، وتونس عزيزة جدا على قلبي. أريد أن أقول لإخواني ممن هم الآن في مناصب مسؤولية في تونس وخاصة في حركة النهضة، ولكن أيضا إخواننا في مع المرزوقي وغيرهم، أنتم أحرار وشرفاء، كثير منكم خاضوا معارك على سنوات طويلة قد تكون معركتنا معها هي قطرة في بحر، وضد الاستبداد وضد الاستعباد وضد الهيمنة الخارجية وضد الاستعمار. لا يعقل ولا يمكن مهما كانت التكاليف والتضحيات ولو كانت قطع رؤوسكم أن تصبحوا جزء في المعركة على الشعوب باسم الإرهاب، باسم مكافحة الإرهاب. أنا أعرف حجم الضغوطات وهي هائلة، جبال لا تتحملها على إخواننا في تونس من أطراف داخلية مجرمة بكل المقاييس تريد عودة بن علي وأسوأ من بن علي، ومن أطراف إقليمية لا تقل إجراما وقد أثبتت إجرامها في وطنها. نظام الجزائري ذبح الشعب الجزائري، ذبحه بكل الطرق، ومن إمارات ومن سعودية ومن عدة جهات ومن قوة خارجية أيضا. ولكن إذا كان الثمن لهذا الحكم وهذا المنصب هو تغيير قناعاتكم ومبادئكم تحت هذا الضغط وتحت الظرف، احنا عندنا مثل في الجزائر، اسمح لي نقوله بكل صراحة، نقوله ينعلبوه. يعني الشيء هذا لا نريده، لا نريده، اتركوا لهم الحكم إذا كان الحل في هذا. لكن أن ندخل، يعني ما هي القوات الأمنية التي تقاتل في تونس؟ أنا لا أقول كل، بكل تأكيد هناك شرفاء في الأمن التونسي والأمن الجزائري والأمن، لكن اللي يمسكوا قالها أمس وزير الداخلية التونسي، قال باللي هناك أجهزة وضباط وقيادات أمنية داخل وزارة الداخلية تتعامل مع قوة فاسدة في الداخل وفي الخارج، هكذا وزير الداخلية قالها. لم ينكر ذلك. هؤلاء إذا تركنا لهم، وأنا أقول لا أقول كل كما قلت، إذا تركنا لهم هم كما تركنا الحبيب العدلي اللي اتهموا بسطاء بقتل ولا بعمليات كثيرة بما فيها عملية الكنيسة، ثم اتضح أن كانت وراءها الداخلية المصرية. كثير من الأعمال التي تتم الآن وراها مجموعات إرهابية من النظام السابق لبن علي ومرتبطة بأجهزة في الداخل لا زالت تعمل لنظام بن علي وكانت مستفيدة من نظام بن علي. فإخواننا إذا لم تكن لكم الكفاءات داخل هذه الوزارات وداخل القضاء وداخل الإعلام وداخل الأمن، فأنتم يعني كما يقال على فقط أنتم فوق الخضرة فوق طعام. يعني أنتم يا إما أن تأخذوا السلطة بحقيقتها وتكون مسؤولين أمام الشعب التونسي، أو تتركوا هذه السلطة وتظهر للشعب التونسي الحقيقة كما هي، لكن لا تتركوهم يستخدمونكم في شيء ذبحنا به وقامت حرب عالمية تسمى الحرب العالمية على الإرهاب. حطمت دول ولعل من أقلها أفغانستان والعراق، أو من بينها أفغانستان والعراق، وحطمت شعوب من بينها الشعب الجزائري باسم مكافحة الإرهاب الذي لا ينتهي. نعم هناك مجموعات متنطعة، نعم هناك مجموعات عنف، نعم هناك مجموعات تعتقد أنها تخدم الإسلام وتخدم المسلمين بحمل السلاح، نعتقد أنها خاطئة على في المطلق وأحيانا مجرمة، ولكن هؤلاء جزء بسيط سواء كانوا يعلمون أو لا يعلمون، يتحركون أو يحركونهم من مخطط
يراد به أن نستعمر كما استعمرنا من قبل باسم تحذير وباسم مكافحة البرابرة، نستعمر الآن باسم مكافحة الإرهاب. عودة إلى سؤالك، أخطر مراحل في أي معركة هي مرحلة التفاوض. الآن واضح أن الانقلاب في طريقه إلى الفشل. قد يفشل بعد يوم، قد يفشل بعد أسبوع، قد يفشل بعد شهر، هذا يبقى لمجموعة من الظروف والمعطيات، وخاصة يبقى للتحدي والصمود والمقاومة التي يبديها الشعب المصري الذي يعطي دروس. أنا متأكد أن ما يفعله الشعب المصري سيصبح نظريات تخرج منه، كيف استطاعوا هؤلاء يقومون بشيء مرعب ورهيب في صيف حارق، في صوم رمضان، في مدينة معروفة مش فقط برطوبتها بل بتلوثها الشديد. وهؤلاء بشر من أي نوع؟ هؤلاء هذه أمة تندو من جديد، هؤلاء قوم غيروا ما بأنفسهم، فإذا الله يغير ما بهم. كان المصريون يعتبرون أخضع وأكثر الناس خضوعا، كان المصريين يعتبرون أذلة وخاضعين وخانعين ويبيع المأمور وأي واحد يحرك المليون. وحتى قيل أن الله أرسل الأنبياء إلى قومهم وأرسل موسى إلى فرعون لأن الذل الذي كان فيه الشعب، ذلك الشعب. نعم. سواء صح هذا ولم يصح، وأنا أعتقد أنه لم يكن صحيح، لكن هذه الصورة التي كانت تخرج للعالم. الآن الشعب المصري صدقني في المناطق مثل الجزائر الآن ينظرون الشعب المصري في عظمة. هذه العظمة كانت عند الجزائريين أيام الثورة الشعبية، ثورة كان العرب ينظرون للجزائر كذلك. الآن الجزائريين والمغاربة والتوانسة على الأقل اطلاع على هذا بتفاصيله، يعني المنطقة والليبيين ينظرون إلى الشعب المصري بإعجاب شديد، بنظرة استثنائية. هؤلاء هم المصريين، نعم إنهم يحركون القلوب والعقول، بل يتعاطف معهم الغربيين. تحدث مع كثير من الغربيين الذي لدي معهم علاقات من بعض الناشطين السياسيين، قالوا هذا شعب لم يكن يعتقد هذا، كنا نظن أن ثورة 25 يناير هي قمة ما وصلوا إليه، لكن هذه لما يحدث الآن هذه أعظم في قناعتي من حيث الفعل، ليس من حيث ربما الرمزية، ولكن من حيث الفعل من 25 يناير. إذا حافظوا على هذا فالانقلاب ساقط ومنتهي ولن تقوم له قائمة، بل بالعكس هناك معلومات ومؤشرات كثيرة، وأنا ليس هنا لأرفع المعنويات، وإنما أنا أتابع بدقة ما يحدث ومنذ فترة طويلة. هناك انشقاقات داخل السياسيين الذين ناصروا الانقلاب، داخل الإعلاميين، بل أكاد وأكد أنها داخل العسكر أيضا، ولكنها لم تظهر خاصة داخل العسكر، لأن العسكر دائما يتأخرون، ونحن لا نريد انشقاق للجيش المصري، لكن سحب الجيش المصري أعتقد أنه كان هدفه أن هناك من القيادات من قالوا يجب أن لا يتورط الجيش خاصة بعد المجازر. إذن وشفنا الهجوم على البرادع وشفنا الصراعات الموجودة، هناك الطرف الآخر ويكاد يندثر الآن أو على الأقل يتصارع، طرف المستضعف يقوى بإذن الله وبإرادة الشعب الذي تحرك. في هذه المرحلة يجب الذين يتفاوضون يكونون في القمة. تستطيع أن تخسر المعركة هذه الكبرى إذا كان تفاوضكم سيء، لابد أن يدعمكم ممن له خبرة، ممن له علم، ممن له معرفة، ممن له من إخوانكم سواء كانوا مصريين أو غير مصريين، ويقفون بجانبكم، ولا تتركوا الأمر لإخواننا اللي في السجن. مرسي الرئيس الزعيم العظيم هو قائد الشرعية، لكنها تخفى عنه كثير من المعطيات عندما ما دام هو في السجن. لازم أن يبقى هو الرمز الذي بدونه لا تتحرك أو إلا بموافقته، ولكن بشرط أن تعطى الأمور للتفاوض الذين يعرفون دقائق الأمور وتفصيلاتها وأبعادها وخلفياتها. وأيضا أخونا الشاطر أو أخونا الآخرين كلهم مجموعة أو عاكف أو بديع، هؤلاء في السجن، هؤلاء يقودون، هؤلاء لهم، لكن الذي يكون مسجون راح يتغيب عنه كثير من المعطيات. فقضية التفاوض إذا مركز الكتاتني طبعا، الكتاتني طبعا. وهو رجل فاضل، يعني وهو قائد كان زعيم البرلمان إلى آخر، لكن الناس اللي يكونوا في السجون راح يتغيب عنهم كثير من المعطيات، فلابد أن تعطى لهم هذه المعطيات. ثم قضية ما يحسموا في أي أمر، أنا ألخص لأن يبدو أن الوقت يلحق، حتى يأخذوا بآراء الآخرين. التفاوض خطير جدا، أخطر من الحرب على الأرض.
أخطرها حتى الحرب المسلحة أو من هذه الاعتصامات. التفاوض عملية ليست بسيطة، عملية معقدة، وخاصة الذي يقودها من جهة الانقلابيين هم الأمريكيين. الأمريكيين يتفاوضون الآن من أجل السيسي كما يتفاوضون في فلسطين من أجل إسرائيل. وأن لا ندخل في عبثية عباس وأوسلو التي حطمت الثورة الفلسطينية. نعم، إذن التفاوض هو معركة الحسم ويجب أن نخوضها بشكل جيد ومدروس. أضيف فقط كلمة هنا إذا سمحت، بين الناس اللي عندهم باع كبير في هذا الموضوع أخونا الدكتور عباس عروة، وهو يرأس منظمة تسمى قرطبة، وتخصصها في التفاوض. هذا من بين الشخصيات التي ممكن حتى أن يستعان بها في هذا الموضوع. أرجو أن تصل نصائحك إلى من يهمه الأمر. السيد محمد العربي زيتوت، عضو مؤسس في حركة رشاد ودبلوماسي جزائري سابق، أشكرك جزيلا على حضورك معنا. ولك الشكر سيدي. حياك الله. ما أنتم مشاهدينا فانتظرونا بعد هذا الفاصل، نحن متواصلون معكم.